لما بتنزل بتنزل حاجات على السوشيال ميديا بتبقي معترضه ولا موافقه ولا لا سوشيال ميديا لا عادي ببقى عادي. لا هي عمرها ما سالتها على حاجه, هي اصلا بتقول لنا ساعه تنزل حاجات وبعد كده اشيلها. فرح مش اصلا مش انتوا قوي للسوشيال ميديا, انتوا برضه سوشيال ميديا يعني. فما بيفرقش معايا عادي, فهي بتنزل حاجات صور وكده عاديه فمش هتسالني عليها يعني. لا حاجه عادي. ايه اكتر حاجه ندمت انك نزلتيها يا هنا؟ ندمت ان انا نزلتها لما احط اي صور مع حد ويعمل لي اشاعه عليه, فدي اكتر حاجه ضايقتني يعني. بس وشلتها. بس هو لما يجي الاشاعه دي يشوفوها مثلا على فيسبوك او على النت عامه يتضايقوا اكيد يعني, يقولوا لا ليه يعني, هو لا مش حاجه مش كويسه. فانا بدات اركز قوي في الحاجات دي ان انا نازله وتبرر لهم, تقول لهم ده مفيش حاجه وكده. لا هم عارفين كل حاجه. لا يعني هم عارفين ان مثلا ده صاحبي قوي يعني صديقي قوي, بس ياخدوها بقى من ناحيه تانية يروحوا ايه يقولوا عشان الناس يعني, مش عشانهم عشان الناس بس ما تفهمش. فبدات بقى افهم شويه في الحاجات دي. مين اكتر حد صاحبك في رؤسه الفنيه هنا دلوقتي قوي يعني؟ بعد فيلم يوسف الشريف دينا الشربيني بقت من اكتر الناس القريبه للقلب. برج يعني الحوت. من الناس القريبه جدا ليا يعني. وانجي مرات يوسف برضو, انجي علاء. وشيماء برضو. وما عنديش ناس كتير قوي صحابي يعني. اصحابك من المدرسه والجامعه؟ من الجامعه اكتر. الناس قليله قوي اللي هم القريبين ليا في الوسط ده. بس يعني في ناس كتيره بتقول انك شبه نجلاء فتحي. الرائعه نجلاء فتحي. انت بتشوفي نفسك شبهها ولا لا؟ في عارفه الشعر لون العينين يعني في حاجه كده. لا بس اكيد يعني لو جبنا صوره لنجلاء فتحي في السن ده بتاع هتلاقي في حاجه. لا هو كانوا بيقولوا كمان رغده يعني, قالوا رغده. هي مامتي اللي كانت شبهها بصراحه قوي يعني. انا ماما كانت شبهها قوي صغيره. انا بشوف ان في شبه. انا انا بحب طبعا نجلاء فتحي جدا جدا. انا بحبها طبعا. ببعت لها هي وزوجها القدير حمدي انديل تحيه وسلام ومحبه من هنا للسنه الجايه. والف سلام عليك يا استاذ حمدي. الف سلام عليك يا استاذ.